حابة تقولي النهارده الجمهور؟ أنا سعيدة، سعيدة بجائزة الجمهور، يعني سعيدة إنه فيلم وثائقي كسب جائزة الجمهور، سعيدة إن أقول الأفلام الوثائقية يا جماعة ممكن تضحكوا وتعيطوا وتحسوا وتتواصلوا مع الفيلم، أنا سعيدة جدا وشكرا مهرجان القاهرة. وجهت رسالة للجمهور النهارده، قلت لهم تمردوا. تمردوا طبعا. تمردوا على إيه بالظبط؟ أنت سمعت؟ تمردوا انه الناس كلها عندها حكايات مكبوتة، حكايات مسكوت عنها وحكايات بسيطة، ولو بدأوا يحكوا حيلاقوا ان هم بيتواصلوا مع الناس وحيبقوا اسعد واسعد واسعد وحيبطلوا كبت. كنت متوقعة فوز بلجنة الجمهور؟ ايه؟ كنت متوقعة فوز خالص، ولا حتى اعرف انها موجودة. انا سعيدة جدا. هل كنت مشاركتي الفيلم بعد كده المهرجانات الجاية؟ مهرجانات ان شاء الله. الفيلم له طريق طويل اعتقد، يعني هو له موزع هنا في مصر والبلاد العربية اللي هو زاوية، وله موزع عالمي اللي هو بيراميد. الف شكر.